أيها الإخوة، الموضوع موضوع المحاضرة بحسب ما أعلن عنه رأيت أن أتكلم في غير ذاك الموضوع لمناسبة الحاضرين، لأن الموضوع المعلن عنه له شبه تخصص، والموضوع العام الذي يناسب الدعوة العامة ويناسب جملة الحاضرين والمتلقين اليوم رأيت أن يكون في مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، وذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كنا له أمانا من الدجال، وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كنا له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد بطرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة. قد ذكر أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أن سورة البقرة في حفظ الضروريات الخمس، وأن سورة المائدة مثلا في العقود، وهكذا في موضوعات شتى. قد بالغ بعض أهل العلم حتى استنتج من كل سورة مقصدا وغاية، فما بين مستقل ومستكثر، وبعضها يظهر المقصد والمقاصد من السورة وآياتها، وبعضها لا يظهر إلا لذوي التحقيق من أهل العلم. سورة الكهف قال الله جل وعلا في أولها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والذي يظهر للمتأمل من أهل العلم لأن موضوع هذه السورة هو في الابتلاء، حياة الإنسان كلها ابتلاء، ولكن في هذه السورة ذكر الله جل وعلا هذا المعنى فيما أورده من قصص وأخبار، فبدأها الله جل وعلا بحمده والثناء عليه، فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. حمد الله جل وعلا نفسه، يعني أثنى على نفسه بأنواع الثناء، والثناء يعني والحمد وهو الثناء بأنواع المحامد
والصفات والثناء يكون في معان جاءت في الكتاب والسنة. الحمد بإثبات ربوبية الله جل وعلا وما له من صفات الكمال في ربوبيته، والحمد في ألوهيته سبحانه بما له من استحقاقات عظيمة، أن يعبد وحده لا شريك له، وأن أعظم ظلم أن يعبد معه في ملكوته أحد. والثالث الحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بلغ الكمال والنهاية فيما له من الأسماء ودلالاتها وفيما يتصف بها به من صفات على الحقيقة وآثارها في ملكوته. والرابع الحمد والثناء على الله جل وعلا فيما أنزله من كتب، لأن الكتب هي التشريع وهي التي تبين الحق من الباطل وتبين الهدى من الضلال وتبين للناس طريق الخير وطريق الشر وتبصرهم من العمى وتنقذهم من الضلالة. فله الثناء، كل الثناء لإنزاله هذه الكتب، وخاتم هذه الكتب والمهيمن عليها والحاكم عليها هو القرآن العظيم الذكر الحكيم والنور المبين. ولذلك قال هنا في أول هذه السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي الربوبية قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهكذا في موضوعاتها. فبدأها بأنواع المحامد لله جل وعلا على إنزاله الكتاب، لأنه أنزل هذا الكتاب لكي يكون لنا نوراً ويكون لنا برهاناً وليكون لنا ضياءً في هذه الدنيا، فمن استرشد به رشد، ومن أخذ به هدي، ومن اتبعه تبع هذا القرآن فلا يضل ولا يشقى. وهذا له صلة بموضوع السورة وهو الابتلاء، فكأنه قال جل وعلا: إذا أردت النجاة من هذا الابتلاء العظيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فهو راجع إلى هذا الكتاب العظيم. قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فإذا أردت أن تفسر أكثر ما تراه في الحياة من أشياء تأنس لها فتأمل أنها زينة. إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما على الأرض جعله الله جل وعلا زينة. قال: لنبلوهم. الابتلاء ما معناه؟ معناه الاختبار، هل يذهب الإنسان إلى هواه أم يتخلص من هواه ويذعن لمراد الله جل وعلا. هذا أعظم ابتلاء في الحياة. ولذلك جاء في الحديث وإسناده لا بأس به: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الابتلاء اختبار. وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء: قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك. قصة الرجلين صاحب الجنة، صاحب الجنتين ومن معه، ابتلاء. الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان، ابتلاء. قصة الخضر مع موسى، ابتلاء لموسى. وفي آخرها قصة القرنين،
ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. أما أولها فقصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف، قال الله جل وعلا في شأنهم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فتية آمنوا بربهم، قال الله جل وعلا: وزدناهم هدى. حققوا الإيمان من قلوبهم فزادهم الله هدى، كقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله جل وعلا إذا أقبل عليه العبد شبرا أقبل عليه الله جل وعلا ذراعا، كما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إلى آخر الحديث. أصحاب الكهف فتية تيقنوا التوحيد، وتيقنوا أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده. في قومهم رأوا ما يخالف ذلك فآمنوا بالله وحده، فحاصرهم قومهم حتى أدى بهم الأمر إلى أن يحفظوا دينهم بالهجرة، فهاجروا إلى أن كتب الله لهم أن يكونوا في الكهف، ثم ألقى عليهم النوم 300 سنين وازدادوا 9. ما الابتلاء في قصتهم؟ عدة ابتلاءات، والابتلاء الموجود في قصتهم يتكرر مع كل واحد منا في حياته. الابتلاء الأول أن الناس ليسوا عبرة في الكثرة والقلة في معرفة الحق. الحق يعرف من دليله وبرهانه، فقد يكون الناس على حق كثير، على حق مثل ما كان في عهد النبوة والخلافة الراشدة وفي صدر الإسلام في القرون الثلاثة المفضلة، كان الأكثر على حق، فلم تفشو فيهم الضلالات والفرق، فكان الحق بدليله موجود. وقد يكون الناس على غير الحق وإن كانوا كثيرا، وإن كانوا كثيرين، وإن كانوا جماهير. لهذا قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة واحد هو، لكن أمة، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسيره للآية، قال: كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. معك أمة، إبراهيم أمة، والأنبياء أمة، وكل نبي أمة، ومن معهم من أهل الدين والتوحيد والحق والهدى أمة. فأصحاب الكهف ابتلوا بمواجهة الكثرة، وكان معهم يقين بدليله وبرهانه أنهم على حق، فاختاروا الحق بدليله وبرهانه. يغلط بعض الناس في القلة والكثرة، بعضهم يرى أن الكثرة دائما صواب والقلة دائما غلط، وهذا خلاف الحق. وبعضهم يرى العكس، يرى أن القلة دائما المبتلاة في دينها على حق، وأن الكثرة على غلط، فأي قلة مبتلاة في دينها على صواب، وأي كثرة معاندة لهم أو مضادة لهم
تكون على غلط، وهذا غلط، وهذا غير صواب. الصواب أن القلة والكثرة ليست ميزانا، ابتلى الله الناس بالقلة والكثرة، فمنهم من وقع فريسة الكثرة والجماهير، ومنهم من وقع فريسة القلة، قال نحن قلة على حق، وهذا ليس صوابا وهذا ليس صوابا. الصواب أن الحق يعرف بدليله، ببرهانه، بمنهجه، بطريقته، وليس اعتبارا بأنهم كثير أو بأنهم قليل. أتى في أزمنة الله جل وعلا كثرة على الحق وقلة على الباطل. في زمن الصحابة رضوان الله عليهم الخوارج كانوا قلة وكانوا هم الباطل، والصحابة كانوا الكثرة وكانوا هم الحق. يأتي في زمن يكون العكس، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا الابتلاء الأول أن لا تضع في ميزانك للصواب كثرة الجماهير أو قلتها. الدليل ما هو؟ الحق ما هو؟ منهاج النبوة ما هو؟ منهاج الصحابة ما هو؟ منهاج العلماء ما هو؟ منهاج الأئمة الصالحين ما هو؟ المنهاج الذي عليه الأكثر. لكن واحد من أهل العلم، لنفرض واحد منتسب من أهل العلم، قال كلاما يخالف إخوانه من أهل العلم، العالم يزل. ما جعل الله العصمة إلا لأنبيائه، لكن أتباع الأنبياء يحصل منهم ويحصل. والعالم إذا زل في الأمور العظام، الأمور المتعلقة بالأمة، يزل معه العالم. ولذلك قال أهل العلم في القواعد: زلة العالم زلة العالم. وهنا يظهر لك نوع الابتلاء. أصحاب الكهف نجوا من ذلك فأثنى الله عليهم، دخلوا في الكهف فابتلاهم الله جل وعلا بقومهم فهربوا من قومهم وأووا إلى الكهف، قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. قضى الله عليهم أنهم ينامون هذه النومة الطويلة، ثم أيقظهم الله جل وعلا. أيقظهم ابتلاء لمن؟ لاحظ قصة الإيقاظ. ابتلاء لمن؟ ابتلاء لهم، وابتلاء لقومهم أيضا مرة أخرى. قال الله جل وعلا في وصف ذلك: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. كذلك ربط للأمر بموضوع السورة. بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليتلطف. يعني لا زالوا تذكروا الخوف الأول: ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. بعد 309 سنين من النوم لا زال في ذهنهم الأمر الأول، وهو أنهم مبتلين وأنهم في ابتلاء عظيم مع هؤلاء القوم. قال الله جل وعلا مرة أخرى: وكذلك أعثرنا عليهم. أعثرنا عليهم يعني أعثر الله
قوم أصحاب الكهف بأصحاب الكهف، يعني أرشدهم إليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن حتى العثور عليهم فيه ابتلاء، هل تؤمنون بالآخرة أم لا تؤمنون؟ وكذلك أعثرنا عليهم لي، اللام هذه يسميها العلماء لام إيش؟ لام التعليل، يعني لماذا أعثر عليهم؟ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون أمرهم بينهم، جاء الابتلاء هنا. هل لما هؤلاء القوم المشركون رأوا ما أكرم الله به هؤلاء الفتية، وهم كانوا كم؟ أكثر شيء سبعة، سبعة وثامنهم كلبهم، هؤلاء الفتية هل استفادوا منهم؟ قالوا لننظر ماذا كانوا عليه، ماذا كانوا يؤمنون به؟ لا، حتى في هذه فشلوا في الابتلاء. قال الله جل وعلا: إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني لا زالوا مشككين، ربهم أعلم بهم. 309 سنين ورأوا معهم عملة، هذه العملة عرضوها على أهل الخبرة، سك معدن من الفضة، عرضوها على أهل الخبرة قالوا هذه من 300 سنة، فقالوا هؤلاء إذن أناس شباب، وتذكروا أن هناك أناس شباب هربوا وصاروا في ومن المدينة وفقدوا إلى آخره، تذكروا، فإذن هؤلاء حالة استثنائية. طيب، ما تتذكرون لما هربوا من قومهم؟ ما كانوا عليه من الدين؟ ما كانوا عليه من الهدى؟ وأن الله أكرمهم بهذه النومة العظيمة في هذه السنين ليبتليكم أنتم؟ ما استفادوا، ففشلوا في الابتلاء. فجاءهم الشيطان بحيلة: لا تؤمنون بما آمنوا به، لكن كرموهم، أعطوهم كرامة، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني ما ندري عنهم لكن ربهم أعلم بهم. لكن أهل النفوذ قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ في ثلاثة أقوال لأهل العلم فيها، الظاهر منها أنهم أهل النفوذ والقرار في وقتهم. قالوا هذول بنستفيد منهم، نستفيد منهم سياسيا، نستفيد منهم في وقتنا. قال: الذين غلبوا على أمرهم، يعني أهل النفوذ والكبرى وأهل القرار، لنتخذن عليهم مسجدا، يعني بنوا عليهم، نبني عليهم مسجد علشان الناس يعرفون إحنا مش يعني غير مضادين لهم، يعلم الناس أننا لم نكن مضادين لهم، أكرمناهم وبنينا عليهم مسجدا. لكن ليس هذا هو العبرة في الحق، العبرة ماذا كان عليه هؤلاء الفتية إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا انشطط، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني أنتم أيها القوم على شرك، فلماذا لم تتذكروا أن هؤلاء الفتية أهل توحيد وعبادة لله وحده فتتبعونهم فيما اهتدوا به، أما تقيمون عليهم مسجد؟ فهذا أيضا فشل في الابتلاء. ولذلك من أدلة أهل العلم على عدم جواز بناء المساجد على القبور هذه الآية، لأن الله ذمهم بقوله: ليعلموا أن وعد الله حق، قال الذين غلبوا على قال إلى أن قال: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا أول نوع من الابتلاء، هذه قصة.
أيضا في قصة الكهف كلها فيها ابتلاء. ذكر الله جل وعلا العدد، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من القليل الذين يعلمون، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وأيد قول ابن عباس جماعة من أهل العلم أنه قال في الحالتين الأولين ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبه، قال الله تعالى رجما بالغيب. وأما في السبعة قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هنا فيه ابتلاء، هذه الآية ما صلتها بالابتلاء؟ الصلة عظيمة، وهي الابتلاء بالمعلومات، الابتلاء بالجدل، الابتلاء بقال وقيل، هذا لا فائدة منه. الفائدة فيما فيه حجة، أما ما لا حجة فيه فتبتلى فيه في الحياة. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه ناهيا نبيه أن يخوض في ذلك فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لأنه لا حجة في أي من ذلك، لم تحضرهم، لهم قرون قد انقرضوا، فأي حجة في أن عددهم كان كذا وكذا؟ هذا واحد. الثاني، أي فائدة من العدد؟ القصة الثانية، كل الآيات متصلة بموضوع الابتلاء. قال الله جل وعلا أيضا قبل القصة الجنتين، قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا الفتنة بأي شيء؟ بزينة الحياة الدنيا، ما في شك الحياة الدنيا زينة وابتلاء، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. النجاة من هذا النوع من الابتلاء أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تترك الأخيار لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل المنصب، لأجل الجاه، لأجل السمعة، لأجل الشهرة، بل نجاحك في الابتلاء أنه مهما جاءك في هذه الدنيا من هذه الأمور فإنك تصبر نفسك مع هؤلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأعظم أن أنه مو ترك للدنيا، ولكن تطيع من أغفل الله قلبه وطبع عليه. الوقفة الثانية أو القصة الثانية في قصة صاحب الجنتين. قال الله جل وعلا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هذه القصة في الابتلاء بالمال، المال والمزارع والحسابات والثروة، هذه ابتلاء بل فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المال إنه فتنة أمته.
قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال والنساء. هذا الرجل كان له جنتين، فجر الله جل وعلا خلالهما نهرا، معجب بنفسه، ظن أن الله أعطاه هذه الأشياء وهذه المزارع وهذه الجنان في الدنيا، يعني مزارع كبيرة ملتف أشجارها بعضها على بعض، أنه لشيء فيه هو، أنه يستاهل مثل ما يقولون، يستحق ذلك. قال الله جل وعلا في شأنه: وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، صاحب ضعيف عنده مزرعة ضعيفة وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أصحاب المال والثروة إذا اعتزوا بمالهم وثروتهم فقد خالفوا نهج الله ووقعوا في سوء عملهم، يعني فشلوا في الابتلاء ولم ينجحوا في ابتلاء الله لهم. لكن نعم المال الصالح لمن؟ للعبد الصالح. لكن أن يفتخر على الناس، من أعطاك المال؟ الله جل وعلا. لو يقيس أي واحد من أصحاب الثروات جهده بما أفيض عليه من المال لم يكن هناك وجه مقارنة، فبذل قليلا وجاءه كثير كثير كثير. فإذا هو ابتلاء وعطاء من الله تعالى. قال هنا: وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بإيش؟ بالكبر ورؤية النفس وعدم الاعتراف بالنعمة أنها لله، فابتلي ففشل في الابتلاء. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. يعني وصل به الحد إلى أنه يظن أنه ملك الدنيا وملك القوة، حتى الساعة أصبح في شك منها. وهنا جاء نداء الإيمان الذي يكون مع الغني الصالح، ويكون مع الفقير الصابر، ويكون مع من أعطاه الله ما أعطاه. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. دله على أن مقولته السابقة شرك بالله جل وعلا، ثم قال مرشدا له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تقول أنت تواضعت لله جل وعلا. ثم قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية، يعني النصرة والمحبة لله، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. هذا رجل صاحب مال، لا شك الحياة كلها فيها أصحاب أموال يختبرون، وأصحاب أيضا قلة يختبرون. أما أن يكون صاحب القلة يرى في نفسه حقدا على صاحب الثروة فهذا ليس من سمة أهل الإيمان، ولكن من سمة الذين فشلوا في الابتلاء وأحبوا الدنيا، لأنه ما حقد عليه إلا لأنه يحب الدنيا، وإلا فما عند الله خير وأبقى، وما أعطاك الله خير مما حرمك. هنا نجح
الذي عنده مال قليل وضل من عنده مال كثير في الابتلاء، فما رعى الله حق رعايته ولم ينسب الشيء إلى الله جل وعلا، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. يجي يقول: أنا فعلت وفعلت 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 وعملت تاريخي، عملت وقلت. لازم تقيد هذا كله بتوفيق الله جل وعلا. كل ما نسبت الشيء لنفسك انسبه لله جل وعلا أولا ثم إلى نفسك حتى تنجح في هذا الابتلاء. الثالث: كل السورة فيها هذه المعاني، وأنتم إذا جاء يوم الجمعة اقرأوها مرة أخرى وتوقفوا عند هذه المعاني كل جمعة، تظهر لكم أسرار القرآن فيه من الفوائد والعلوم ما يجعل القلب يتحرك في كل لحظة. لكن لمن علم، والعلم من أعظم أثره على عبده، على عبد الله جل وعلا الذي علم، أنه يكون حفيا بالقرآن العظيم. القصة الثالثة: قصة موسى عليه السلام مع الخضر. والخضر للعلماء فيها أقوال، هل كان نبيا أم كان وليا صالحا أجر الله على يده كرامات؟ أقوال لأهل العلم. موسى كما جاء في صحيح البخاري سئل: من أعلم أهل الأرض؟ موسى عليه السلام نبي من الأنبياء، سئل: من أعلم أهل الأرض؟ قال موسى عليه السلام: أنا. فأراد الله جل وعلا أن يبتليه وأن يعلمه أن هذه الكلمة، وفي إعلامه له إعلام لأمته من بني إسرائيل وإعلام لأتباع الأنبياء أهل الإسلام إلى قيام الساعة. قال الله جل وعلا له: إيت عبدنا خضرا فإنه أعلم منك. قال: وما علامة ذلك؟ قال: نسيان الحوت. الغلام، السفينة خرقها، الغلام قتله، الجدار بناه. قال بعد ذلك في آخرها، في أول موضع قال الخضر لموسى، قال: ألم أقل، تذكير، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما قلت لك ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في الموطن الثاني غلظ العبارة على موسى، قال: ألم أقل لك، زاد لك فيها، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في الثالثة قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بين له، فظهر فضل علم الخضر، فرق ما بين الظواهر والحقائق، في فرق بين الظواهر والحقائق. ما تغتر دائما بالظواهر سلبا أو إيجابا حتى توافق الحقيقة. ولذلك أجابه عن الأسئلة حتى قال له في آخرها: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال أحد أهل العلم، أحد كبار أهل العلم، قال في هذه القصة: تسلى عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم، إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة، تكدر صفو جمعهما مرارا. يعني اعتراضات موسى على الخضر تكدر الصفو،
تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامته ويبدأ يقول وينقد ويتكلم ويفتي ويعطي، وعلمه محدود، لكن ابتلى الله الناس بوجود هذا النوع. فلا بد أن يعالجوا بالعلم، أن يعالجوا بالرد المحكم بالحكمة واليقظة، كما علمتنا هذه الآيات في الابتلاء في الاختلاف في المعلومات. فائدة الدرس هنا له فوائد كثيرة في الابتلاء، لكن أحد هذه الفوائد الاختلاف في المعلومات. لذلك في واحد يحكم على الأشياء وهو يرى بهذا الشكل، وآخر يرى أوسع. أنا أرى بهذا الشكل، أقول المسجد فيه عمودين أمامي، لكن في الواقع فيه اثنين آخرين، لأن أنا رؤيتي محدودة ما شفت إلا اثنين اللي قدامي، لكن وسعت رأيت أربعة، وسعت أكثر رأيت أكثر، وهكذا. فلا بد أن يقدر في حس المسلم حجم علمك وحجم علم العالم أو علم القيادة أو علم ولي أمرك أو علم يبيح للإنسان في وسط بيته أن يكتب رأيه ويتفاخر، يقول أنا لي 1000 متابع، لي 2000، لي 5000. ليس الصواب، أنت ابتليت، ليس الصواب بكثرة المتابعين، الصواب أنت على حق ولا لا. فأعظم شيء أن لا تنظر في الليالي ذوات العدد إلى تكثير من يتابعك أو تكثير من يعني يعمل يمشي معك في الموقع أو في حساباتك. الذي يجب أن تسعى لذوات العدد محاسبة بينك وبين الله أنك على صواب أم لا. هذا الابتلاء العظيم الذي دلتنا عليه هذه الآيات. قال هنا: فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنامة. من اللوازم إذن أن لا تعترض على قدر الله. يأتي واحد يقول أنا ليش طلعت كذا، أنا ابتلاني الله بأني أنا قصير والناس وفلان طويل وفلان، أنا فقير. الله هو المعطي، هو المفضل سبحانه، فضل بعض الناس على بعض، بل فضل بعض النبيين على بعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فتن الله الغني بالفقير والفقير بالغني والصحيح بالمريض والمريض بالصحيح والملك بالشعب والشعب بالملك والناس جميعا بعضهم ببعض أتصبرون وكان ربك بصيرا. آخر قصة في هذا في هذه السورة والحديث ذو شجون، آخر قصة في قصة ذي القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يعني قصة أصحاب الكهف وصاحب الجنتين وخلق آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذه ما أتينا بها، لكن اقروها وشوفوا ما فيها من الابتلاء. ما على وموسى والخضر، ثم قصة ذي القرنين وبناء السد، ما علاقة هذه جميعا؟ يعني ما علاقة هذه الآيات بعضها ببعض؟ كلها شيء واحد، كلها في إعطاء الدرس الكبير كيف تنجح في الابتلاء بحسب اختلاف الناس. هذا ابتلاء الملوك، قصة ذي القرنين ابتلاء الملوك، ابتلاء ذوي المسؤولية. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. من هو ذو القرنين؟ ذو القرنين كان في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام، ملك من الملوك، أعطاه الله من كل شيء سببا، يعني من كل شيء علما، فيعلم أشياء كثيرة في القوة، في السياسة، في البناء،
في الحيل العسكرية، في تجهيز الجيوش، في الحصار، في كيفية التعامل مع الأعداء. أعطاه الله من كل شيء سببا، يعني علما، سببا على الراجح يعني أعطاه الله من كل شيء سببا. فأتبع سببا يعني فأتبع طريقا في كل مسألة بالعلم الذي علمه فيها. ومنها من المعلومات اللي عنده علم الجغرافيا وطرق الأرض وما فيها. ذو القرنين ملك صالح موحد جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وجاهد ليعظم دين إبراهيم الخليل في الناس، فنشر التوحيد وأحبط للشرك منارا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هنا بدأ يمشي في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، هنا اختبار الملك، اختبار المسؤولية. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خيره الله جل وعلا، إما أن يعذب يعني بالقتل أو الحبس أو التعزير، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، جيت قوم، وإما عطهم عطاء واسعا واتخذ فيهم حسنا. خيره الله جل وعلا ابتلاء واختبارا له فيما أعطاه، فنجح في الاختبار والابتلاء فأجاب فقال: أما من ظلم، ظلم يعني إيش؟ بالشرك وبما دونه، في كل عقوبة بحسبها. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، نعذبه بأنواع العذاب، إما بالقتل أو بما دونه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الحسنى يعني الحياة الحسنة، العطاء، وسنقول له من أمرنا يسرا، أيضا سيخاطب بالخطاب الطيب والجيد. فأعطى الله هذا مثلا لمن ابتلاهم الله جل وعلا بالمسؤوليات، عظمت أم صغرت. أولا أن يتواضع، فليس فوق حكم الله جل وعلا حكم، فالأمر لله، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. الثاني ألا يحكم رأيه فيما لله فيه أمر لا مجال فيه للاجتهاد، لأن المسائل فيه مسائل مجمع عليها منصوص عليها بأمر الله جل وعلا أو بوحيه لكتابه أو بإجماع أهل الحق عليها، فهذه لا مجال فيها للاجتهاد. وهناك مسائل فيها مجال للاجتهاد، إما يعني في الشريعة الإسلامية، إما لورود النص فيه مجال الاجتهاد، أو لاختلاف العلماء، أو لأشباه ذلك، فهنا يتحرى الحق بما يرى فيه المصلحة والسداد الحاضرة والحاضر والمستقبل. فبين الله جل وعلا أن ذا القرنين نجح في الابتلاء، ولذلك بعد قوله وسنقول له من أمرنا يسرا قال الله جل وعلا: ثم أتبع سببا، يعني ذهب لطريق آخر، يعني الله جل وعلا أعطاه، فلما جاوب بهذه الإجابات وفعل هذا الفعل الذي حمده الله تعالى عليه أعطاه أنه ذهب إلى طريق آخر فانتصر فيه. ولذلك سمي ذا القرنين، وأصح الأقوال فيها أنه قرن الشمس في مشرقها ومغربها، لأنه ملك أقصى ما تصل إليه الشمس في عرف الناس ذاك، وأقصى
ما تغرب فيه الشمس، فأثنى الله جل وعلا عليه بذلك. الخلاصة مما ذكر أن القرآن العظيم بحاجة، أن نقبل نحن بحاجة أمام القرآن العظيم أن نقبل عليه وأن نجعله الحجة في ألسنتنا. لطالب العلم اللي ما حفظ القرآن يحفظ القرآن، فإنه الأنس والهدى والرشاد، أنسك في خلوتك وفي صلاتك، وإذا تكالبت عليك الأمور فالقرآن هو السلوة، والصلة بالله جل وعلا هي الجنة. القرآن العظيم فيه العلم، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال في آخر حياته في السجن، وهو سجن كسجن أصحاب الكهف بسبب التوحيد، في آخر قال: ندمت أني لم أجعل حياتي كلها في تفسير القرآن، لأنه وجد مع الخلوة زيادة وزيادة في نعمة الله عليه بالقرآن. فاحفظوا القرآن، والذي أوصيكم به ابدأوا بحفظ سورة الكهف. لماذا؟ لأنها يوم الجمعة تأتون للصلاة بتساعدكم على قراءتها في يوم الجمعة قبل الصلاة إذا بكرتم إليها إن شاء الله، أو بعد العصر في ساعة من ساعات الإجابة. تكرارها كل جمعة بعد أن تحفظها تشجعك لحفظ سور أخرى. ثم أيضا احرص على التدبر في القرآن، قراءة التفاسير، لأن القرآن إذا قرأته بتدبر بعد العلم تجد له أنس عجيب. حتى بعض الآيات ربما تجلس تكررها ليلة كاملة من عجب ما فيها من العلم، وما تفتح لك من رؤية في أمور معاصرة حتى في حياتك الشخصية أو في حياة بيتك أو في مجتمعك أو في العالم بأجمعه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يجزي خيرا كل من دعا إلى هذه المحاضرة وأعان عليها، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الرشد والسداد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر الزلل في القول والعمل والرأي، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.